وذكر حجاج العراق خبر معركة مضيعة. كانت صفية عمة السلطان ملك شاه السلجوقي قد خاضت مع ابنها علي معركة ضد أخيه غير الشقيق محمد، انتهت بامتلاكها وابنها مدينة الموصل، فيما تملك الأمير إبراهيم بن بدران العقيلي بلدة جهينة. فلما ملك السلطان تتش السلجوقي مدينة نصيبيين أرسل إلى إبراهيم يأمره أن يخطب له بالسلطنة، فامتنع إبراهيم عن ذلك، فسار تتش إليه والتقى الطرفان بالمضيع، فهزم إبراهيم وأخذ أسيرا هو وجماعة من أمراء العرب، وملك تتش بلاد الموصل وما حولها، واستناب بها الأمير علي بن شرف الدولة، وأرسل إلى بغداد يطلب الخطبة بالسلطنة.